مرحبا أصدقائي في قناة العافية التقنية، أسعد الله أوقاتكم في كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتقل اليوم للدرس الـ14 اللي هو صفحة من الصفحات اللي هي صفحة الـ HTML page. طبعا أنا مش هشرح كل الصفحات كلياتها، ولكن أنا يعني أنا مثل ما حكيت أنا بشوف شو المشاكل اللي بتواجه مستخدمين موبيزي وبحكي عنها، لأنه معظم الصفحات أنتم تعرفوها أصدقائي، يعني أنا بلا معلمية عليكم. لذلك بس أنا لاحظت الناس شو في مشاكل الناس عم، يعني أنا شو الهدف من الدروس، برجع بعيد كل فيديو بعمله إنه الهدف من هاي الدروس مشاكل الناس نلاقي لها حل. يعني أنا عم بشرح الصفحات، في ناس عم تعمل صفحات تواجه مشكلة فيها، وآخر شيء بيجوا بلومونا إحنا إنه والله ما زبط معنا هيك ما زبط معنا هيك. عشان هيك أنا حبيت أحكي بهالمواضيع هاي. نيجي للدرس الـ14 اللي هو صفحة HTML هوم او ال HTML بيج. اللي شو عم بيصير يا اصدقائي، خلينا نسميها HTML بيج. اللي عم بيصير يا اصدقائي انه خلينا ننزل لتحت على الصفحه مباشره، انه انتو الناس اللي بتشتغل على بيزي او اللي بده يعمل صفحه HTML، يعني في شغلات انت يا اخي لازم، يعني لما بدك تعمل صفحه، يعني تعمل اد، لما بدك تضيف عندك كود HTML، لما بدك تضيفه يا صديقي يا صديقي يا صديقي ما تحطه مباشرة هون، ما تحطه. يعني مثلا حطينا هون، مثلا انا عندي، استنى شوي، انا عندي مثلا كود، انا كان عندي هلا كود قرآن كريم، وينه هذا، لما تيجي تحطه هون، طبعا هو لانه انا عم بعمل كوبي من الكمبيوتر للهاي whatever، لما تيجي تحطه هون مثلا، خلينا نقول مثلا انك تحطه هون، لما تيجي تحطه هون ما تحطه هيك، لازم تحط يا صديقي. نشوف لما نحطه هيك هيطلع معنا هذا الكلام، هيك هيطلع هيك. فاحنا بنقول لك يا صديقي دائما دائما حط علامة العين، حط علامة العين وحط الكود اللي بدك اياه، تمام؟ فهاي هي الفكرة يا صديقي، لما بدك تحط كود بـ HTML بصفحة HTML حط علامة العين، ما تحط على العلامة هاي وتحط لي الكود واخر شيء يكون في تقول في عندي عطل، حط علامة العين، اتفقنا؟ لما تيجي تحط الكود حط علامة العين وحط الكود هون وحط صح وخلاص، تمام، نفس الكود بيطلع معك في موبيزي. في شغلة مهمة قبل ما ننتقل للفيديو اللي بعده، بيجي الناس بقول لك الكود ما اشتغل معي او عم بطلع كذا. يا صديقي لما انت تحط اي كود هون، مثلا انا حطيت هذا الكود، مثلا لما تيجي تحط اي كود هون ما حيشتغل معك وتجربه هون، بدك نزل التطبيق حيشتغل معك، لانه هون لسه البروجرامينج تبع موبيز لما تحط ال HTML اللي هو كود هون ما بيشتغل معك 100%، ولكن هو شغال، الكود اكيد شغال. يعني ان كان احنا ب HTML هوم، ولا ان كان ب مع اشخاص تانيين بيعملوا تطبيقاتهم ب HTML، الكود الاكواد شغاله، احنا ما بنحطها الا ما نكون متاكدين 100% انها شغاله. فلما يجي ما يشتغل معك هون الكود، تاكد حط علامه العين وجرب التطبيق او نزل التطبيق APK، الكود حيشتغل معك، تمام. هاي بس شرح لل HTML بيج، واللي هي حبيت انا احكي فيها لانه الناس عم تواجه مشكله فيها. ننتقل للدرس اللي بعده اصدقائي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.